عندنا معسكر يوم السبت اللي فات، ده اللي كان مجهز له. احنا بدأنا اكتر من شهرين ونص فترة اعداد، بنكون كوان الى تكوين الفريق. الفريق احنا طبعا كلنا عارفين ان احنا عملنا 2002 مع 2001 عشان كابتن ياسر يوصل للقام الفريق اللي هو طبعا قائمة 25 لاعب، وده كان في حد ذاته كان يعني صغر عندنا، او يعني ايه اللي انت يبقى عندك 30 لعيب 60 لعيب في الفرقتين اللي انت تكون منهم 25، طبعا مهمة صعبة جدا. فالحمد لله المعسكر مفيد جدا جدا للفريق، والولاد فعلا مستوى بيعلى اكتر واكتر. وطبعا الحمد لله رب العالمين، في 6 من عناصر الفريق، 5 منتخب مصر وواحد درجة اولى، وتم تصعيد شادي رضوان والصعد برضو على حمزة علاء، بقوا موجودين في الدرجة الاولى ومغربي، والحمد لله شارك طبعا من الاخر ماتش الاهلي لعب كان قدام بيراميدز، كان 2 من الفريق 2001 الحمد لله كان عربي بدر وشادي رضوان، حاجة محترمة جدا. وطبعا الفريق زي ما حضرتك شفت يعني الماتش اللي فات كنا الولاد بيعلوا من ماتش لماتش، وهنوصل ان شاء الله يعني قبل ما يخلص المعسكر هنكون وصلنا لتشكيل الامثل اللي هو هيكون منه 25 لاعب اللي هم هيمثلوا نادي الاهلي خلال البطولة باذن الله.